يطمح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة بالرباط إلى إعلاء قيم الحوار والتعايش والوسطية والاعتدال، ويستقطب طلبة من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا. المعهد من أساسيات العمل فيه هو أن يعيد الصورة الحقيقية للإسلام، لأن هؤلاء الذين تطرفوا وخرجوا وسموا أنفسهم يعني دولة إسلامية أو ناس إسلاميين متطرفين طبعا، ويقتلون ويبدأون بقتل المسلمين أولا وغيرهم كذلك، فهؤلاء شوهوا صورة الإسلام. وأضحت لهذه المهمة أهمية بالغة في ظل استقطاب الخطاب المتطرف لتنظيم الدولة الإسلامية. نحو 1600 مغربي انضموا لصفوفه في العراق وسوريا، ويتابع الدروس في هذا المعهد 1300 طالب، بينهم نساء يتخرجن للعمل مرشدات دينيات، بينما يتخرج الرجال للعمل أئمة في المساجد. يعمل المعهد على التأكد من إتقاننا الأساليب التي تمكننا من أداء المهمة الموكلة إلينا، وبعد عودتي إلى السنغال أريد أن أواصل مهمتي وأن أصبح إماماً وواعظاً. ويزور البابا فرانسيس هذا المعهد الذي يوصف بالنموذجي بمناسبة زيارته إلى المغرب السبت والأحد. ويقع المعهد بالمدينة الجامعية بالرباط، ويضم مدرجات للمحاضرات وقاعة للرياضة وأخرى للصلاة، واستوديوهات تسجل فيها برامج دينية، فضلاً عن مكتبة كبيرة تعرض كتباً متنوعة حول الفكر الفلسفي في الإسلام والتاريخ الرسمي للمغرب والمذهب المالكي المعتمد في المملكة.